أنا هاتفيا دكتور شريف حسين، استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة التداخلية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة إيمي. أهلا بحضرتك يا فندم. خلينا دكتور نبدأ كلامنا ونقول إزاي العوامل البيئية بتأثر على الأطفال من وهم في بطن الأم. هو حقيقي موضوع مهم جدا، ولأي حد يعني عارف كويس جدا إن الأم أي حاجة تأثر عليها وهي في الحمل بتأثر على الطفل. كلنا عارفين طبعا إن الأم لما بنسمع كتير قوي نقول لك إذا الطفل بيسمع كمان في الأم، ولما تحزن الأم ممكن يشعر بيها. كلنا عارفين المعلومات اللي هي كل الناس عارفاها إن الطفل فعلا في دراسات بتقول إن هو قد يشعر بالأم، فما بالك بقى بتعرض الأم للضوضاء، تعرض الأم إلى تلوث بيئي، تلوث سمعي، تلوث نظري، والأكثر والأخطر هو الهواء، الهواء اللي احنا بنشمه. فما بالك لا لو شمت الهواء الغير نقي وهي على طول قاعدة في مكان زحمة، مزدحم، شغل، توتر، ستريس، اللي هو اللي احنا كلنا الحقيقي بنتعرض عليها دلوقتي. هم عملوا دراسة على 4000 طفل في سن 4-5 سنين، وعرفوا ان من الاطفال دولت لقوا من تاريخ السبب بتاعهم ان هم كانوا عايشين ازاي، وكانوا الام عايشه ازاي حتى بعد الولاده، فلقوا ان هناك في حدث فعلا ارتفاع في ضغط الدم لبعض الاطفال، ارتفاع طفيف، وهذا الضغط الدم دوت معناها ان هناك فعلا في ارتباط ما بينها وما بين الحياه البيئيه من التوتر ومن القلق ومن الحياه التي تؤثر على الام، مثل التنفس زي ما قلنا، زياده ثاني اكسيد الكربون في الهواء، زياده النيتروك اوكسايد في الهواء، تلوث النظري. احنا دلوقتي كلنا بنسمع عنها وعارفين الكورونا، فما بالك حتى الكورونا من النفس، فما بالك النفس دوت ممكن ياثر على الناس كلها، وكمان ياثر على الام وهي حامل، ويؤثر بالضروره على الطفل. على الطفل. طيب خلينا يا دكتور ندي نصيحه لكل الامهات اللي بيشوفونا النهارده اللي بيمروا لسه بفتره الحمل علشان يحافظوا على ضغط الطفل وما يحصلوش مضاعفات بعد الولاده، يعملوا ايه النهارده؟ كان هو سؤال مهم جدا. بنصح كل ام اولا لازم ان هي تتحرك كتير في المنزل وخارج المنزل. دايما الام اللي قاعده دايما متوتره وقلقانه على طول، ده جزء كبير جدا من المشكله اللي احنا بنواجهها. ان احنا بننصح كل سيده ان هي تحافظ جدا على حركتها والمشي، وان هي ممكن كمان تروح الشغل وتتحرك، مفيش اي مشكله، ده فعلا بيساعدها عن طريق غير مباشر، وبيساعد الطفل عن طريق غير مباشر ان هو يكون في صحه جيده. للاسف الحاجه المهمه جدا هي التدخين. بنلاقي كثير من الامهات للاسف حاليا بيدخنوا، صحيح، وشيشه كمان، هم حوامل، والاسخن من كده والاكثر خطوره ان تلاقي هي ما تدخنش لكن الاب 24 ساعه في البيت، صحيح، مدخن، بيدخن، وشايف ان التدخين السلبي دوت حاجه مش يعني حاجه لا تؤثر. لا طبعا في دراسات ومنظمه الصحه العالميه اثبتت ان هناك تاثير مباشر خطر سامي على الطفل بسبب التدخين السلبي اللي بيحصل نتيجه التدخين، اضافه الى التوتر، الام المتوتره، الام الحزينه، الام الباكيه، الام المهمومه، اللي بتفكر كتير، ده جزء كبير جدا من المشكله ولازم نواجهها ونكون صرحاء. لا احنا محتاجين نهدى شويه، محتاجين نتحرك شويه، محتاجين الوزن ما يزيدش، الوزن لو زاد كتير جدا من الامهات هناك زياده في الوزن اثناء فتره الحمل. بالضبط. هناك استاذه ايريني زياده في الوزن مقبوله، وهناك زياده غير مقبوله، صحيح، على الاطلاق، بتبقى يعني زياده عن اللزوم، وده طبعا بيضر كمان صحه الام قبل صحه الجنين. انا بشكر يا دكتور حضرتك جدا جدا على المداخله، دكتور شريف حسين استشاري القلب والاوعيه الدمويه والقسطره التداخليه، شكرا جزيلا لحضرتك.